بعد نهاية هذا اللقاء الذي جمع سيدتي أوانسي سادتي، عمتم مساء وطابت أوقاتكم في هذه الأمسية السعيدة، الأمسية الرمضانية، وين استضفنا من طرف فريق كرة اليد ويشرف عليها الأخ بلال بالإخوة الحاضرين، وين هذه يعني الجمعية أدت وأن تكرم الآب يعني الآب الرسمي للرياضة على مستوى بلدية عين تدس. قبل كل شيء نتحول إلى رئيس الفريق ثم نتحول للأخ. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم نفسي أنا سيد جيلاد رسبيلا رئيس الجمعية الرياضية لنادي غالي عين تدس كرة اليد. أبينا أن ننظم هذا التكريم لأبانا وأستاذنا، وهو اللي علمنا، هو اللي ربى الأجيال، مر الأجيال هنا يا عليه، خاصة في رياضة كرة اليد ربى قاعد الأجيال لهذه القاعة، راهي مكتظة عن آخرها، وكان فرحة وهذا الجو الأخوي، هذا الجو الأخوي اللي راه في سهرة رمضانية في العشر الأواخر. أبينا أن نكرم أبانا وشيخنا، وإن شاء الله يستاهل أكثر من هاك، وإن شاء الله يكون له سنة حميدة، وتكون هذه العادة تكون أجيال مور أجيال، ونتمنى له عمر مديد، وإن شاء الله يحفظ لنا الشيخ تاعنا. بعد الكلمة القيمة لرئيس الفريق، الآن سنتنقل إلى الأب الروحي لهذه البلدية، أي بلدية عين تدس في إطار الرياضة، سيدي المحترم مساء الخير. الله يسلمك. واش راك تعبد؟ الحمد لله. تفضل تعبد. لاباس. أنا هذو وليداتنا كما قلت بالأول، ربيناهم تربية. ووصلناهم لهذا الآن هذا الوقت، هما غادي يخلفونا إن شاء الله. حنا نطلبوا لهم الخيرات من كل جهة، لا طول عمرهم وربي يقد رايهم إن شاء الله ويزيدهم خير على خير إلى اليوم الممات إن شاء الله. إن شاء الله. الشيخ ماذا بك يعني حاضر معنا أمام هذا الملأ يعني اللاعبين للمستقبل إن شاء الله، أعطينا كلمة للرياضيين. هذو سما مازالوا اللي كانوا يلعبوا، مازالوا اللي راهم فاتهم الوقت على اللعب، سما كبروا وهذو فاني غادي يزيدوا يربوا أجيال اللي غادوا يعني يتموا إن شاء الله. إن شاء الله. وعليها لأن هنا هذا فاني هذا كان 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 صغير كان يتعلم، ودوك راه أستاذ وراه مدرب تاع هذا وراه رئيس الرئيس الجمعية تاع قال لي تاع عين تدس كرة اليد، كرة اليد. هو اللي راه دروك راه قادمها، هو اللي راه يمشي فيها، هو اللي راه يزيد يعني ربي لا ديال ان شاء الله. ان شاء الله. الاخ سي عبد الله يعني بتيطك حنا والله فخورين بك بالمجيء تاعك وبهذه الوجوه النيره اللي حضرت معنا. الله يسلمك. شنو نقول؟ انا شنو نقول؟ نقول الله يعطينا خير على خير، والله يجعل ربي يحفظ بلادنا، يحفظ بلادنا، وان شاء الله وشبابنا الله يطول عمرهم ويزيدهم من المزيد ان شاء الله. نبقى مع الاستاذ الكريم ونتحول الى اخر. تفضل الى كريم. شو نقول لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بهذه المناسبه الكريمه ارتئينا نحن فريق كره اليد بلديه عين تدس لتكريم استاذنا وشيخنا الكبير وكل من مر على هذا الفريق، منهم من كما يقولوا من مات ومنهم مازال حي، أردنا أن تكريمهم حتى نتذكرهم ولا ننساهم، كل من قدم إن شاء الله تكون سنة حميدة، سنة حميدة إن شاء الله للأجيال القادمة، وكل سنة ستكون إن شاء الله هذه السنة حميدة من أجل تكريم كل من مر من على هذا الطريق. كرة اليد المرحومين اللي ماتوا توفوا الله يرحمهم رغم إمكانياتنا المتواضعة كما تلاحظون، ولكن أردنا أن لا ننسى شيوخنا الذين ربونا وعلمونا وما قدرناش بكل الإمكانيات، ولكن قلنا على الأقل ولو بي كما يقول لك بشقي تمرة، ولو بشقي تمرة، حاجة صغيرة وهي كبيرة في الميزان إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله تكون كما يقول لك التفاتة طيبة والتفاتة عمد من السلطات المحلية لتدعيم هذا الفريق حتى على الأقل تشوف الأجيال اللي رباها
والنشء الجاي حتى ما يكونش كاين حتى لم الشمل وحتى ما يكونش كاين كما يقولوا الفراغ والشباب يمارس الرياضه احسن ما يمارس نشاطات اخرى اللي غير لائقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بقدر محمد ابن المكرم الليلة الأستاذ بقدر عبد الله، أولا نشكر جزيل الشكر الجمعية الرياضية غالية عيتلس على هذه المبادرة الطيبة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى لهم السداد والتوفيق. الشيء الجميل أنها فكرت في قدماء من كان لهم الدور في إعلاء الرياضة على مستوى بلدية عيتلس، وأحد أعمدتها بقدر عبد الله الكل يعرفه على أنه الأب الروحي لكل الرياضات في بلدية عيتلس، مؤسس فرع كرة اليد في عيتلس ومدرب لسنوات طويلة جدا لهذه الرياضة. على يده كون العديد من اللاعبين، بعضهم من تميز وبعضهم من لعب في كبريات الفرق، يرجع له الفضل أيضا أنه فريق كرة اليد عيتلس ارتقى إلى المستوى الوطني الأول وهذا يعتبر إنجاز. كذلك نشكر الجمعية باعتبار أنها جمعت الوجوه القديمة في هذه الليلة المباركة، بعضهم لم يرى البعض لسنوات طويلة وبالتالي هذه المبادرة تحسب لهم. في الأخير نتمنى أن تبقى هذه السنة الحميدة وأن تتواصل حتى يرتبط الجيل القديم مع الجيل الجديد، ونأمل إن شاء الله أن يأخذ المسؤولون بعين الاعتبار هذه الرياضة وأن يدعموها، لأن كرة اليد كما جرت العادة دائما هي أكثر الرياضات التي حصل فيها تتويجات والتي رفعت راية بلدية عيتلس بعيدا. شكرا. إذا نحن نعيش مع بعض اليوم في ذكرى تكريم الأستاذ بقدور عبد الله أب الروحي لكل الرياضات في عيتلس. احنا كسلطات محلية جينا حضرنا معهم تكريم من لهذا الأستاذ، احنا كنا عنده تلاميذ وكرنا مسؤولين لحضروا التكريم تاعو. وجود كل هذه الطاقات الشبانية لمرة الأستاذ دليل على قدر وقيمة هذا الشخص في عيتلس. نتمنى له الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله وصحة رمضان. الكلمة اللي خير شاء غادي نقول الله يجعل الخير والعافية والله يحفظ بلادنا وولادنا إن شاء الله. عظم سيدتي، أول شيء سادتي بهذه الليلة المباركة وين استضيفنا من جمعية الكرة الحادية كرة اليد وبفضل أستاذنا الكريم ألا وهو الشيخ بقدور عبد الله اللي أثنى حياته على هذه الرياضة بمدينة عيتلس. هاي قناة بن عبد القادر، عبد القادر تواكب الحدث. سيدتي دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء وفرصة قادمة إن شاء الله. الله يسلمك.
يقدم له التكريم رئيس مجلس الشعب البلدي. هو
عباس العيد خدمها عباس العيد نائب واحد يكرمه نائب يا كل مساعدة وحرمة هذه الوقت العيش المناسبة هي